عسلمة وهلو في نشرة نسناس عدد 16. البارح في تونس كان افتتاح المهرجان الدولي لقرطاج، احنا مشينا وحاولنا باش ننقلوا لكم لكوليس. معناها السيد ما خلناش ندخلوا، ومعناها ندخلوا مساتين للكوليس، ومعناها في الوقت هذاك كل شيء يوفى. تبارك الله على قرايتك يا سيد. حتى واحد ما يصور، انا موجود حتى واحد انا ريت كسر الكاميرا كان يصور والله يصور تكسير كاميرا. اوي جو، هذا ما يعبر عنه باحترام الصحافي وحمايته في تونس. اسمعني طيب، ها باش تدخلوا ما بربي تبدا الحفله سكرت تدخل. نحب نخدم لي كوليس نتاع الحفله. ايه ما انا معاك، انا ماذا بيا حتى تدخل طاب تغني وش دخل. ما تعرفش مش تغني. كانوا مقاطعين راه كانوا يسبوا فينا تشبيك تاع محمد. وين شكونهم؟ سامحني ما انهم اللي مقاطعين. ما قالوا لك ممنوع يا اخي توا فهمتوا عايشك. مقاطعينكم مقاطعينكم باهي هذيا، كانوا مقاطعينكم بالتهديد نخدموا. جميل جدا. تصفيقة كبيرة من ظلكم أنفا، وصلنا للي كوليس. بلا إكسبوا بيه أنفا كمان مبخوفيتي بش نعطيكم درس. الدرس الأول معايا أنا أحترم الصحافي، عاود الدرس الثاني معايا أنا أحترم الصحافي، الدرس الثالث معايا أنا أحترم الصحافي. صحيح بلا عنوان العرض كان استفتاح كما تقول أنت، عنا حانوت وبدينا بش نستفتحوا بعان أول باكو حليب. احنا ماناش باش نعجبكم حتى اكستري من الحفله، وباش نبداو ديريكت بالانترفيو. سي المهدي، حضور عديد الوجوه المعروفه اللي الجمهور استنى انها تقوم قدام ميكرو وتغني وانها قعدت في الكورال، شنو تقول لنا عليه هذا؟ والله ايش باش نقول لك، هذا التصور ما انا ما انا الوزير يقول يدخل في حتى شيء وفي كل شيء عاد هذا. شنو هوالك؟ وينك يا غربي؟ لاباس عسلمتك، لاباس عليكم. اعتقد انه تصور نحترموه بكثير من التواضع لا نجومه. عسلامة عسلامة سي مهدي، لاباس تحمل لاباس. عسلامة فواز، مرحبا مرحبا بك، فضلك عايشك فضلك. ميرسي ميرسي ميرسي. بس عادي لك ستريت تو شنو من مشاكل؟ بس فما كان الخير افتتاح هايل و نحكي على قبل راني. اي لا لا المسلسل نتاع مهرجان كارتاج، المسلسل نتاع مهرجان كارتاج، لا الافتتاح هايل، سهريه تونسيه، تكريم لسي علي الرياحي، برشا وجوه جديده وقديمه، والجمهور كان شيخ، وهذا اكثر حاجه تخلينا مرتاحين، وان شاء الله يخدم الثقافه ويخدم السياحه التونسيه. صح صح سياس صباح صح صح سياس صح وزير السياحه التونسيه. حبوا 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 بعضنا. ميرسي. فماش مشاكل. توا علاش جيتوا كل زعما شنو الحكايه؟ المجلس التأسيسي كله هوني. لا المجلس التأسيسي لازم سمعوني جاي يقول لك بالكش فما نقطة نظام ولا حويجه من النوع هذا. اما اليوم ما عنديش لا زر باش نقص به الكلام لا باش نعطي الكلمه. اليوم كلنا قاعدين نسمعوا في الفن ونسمعوا في الموسيقى والحمد لله اللي في وقت من الاوقات لازم شويه فسحه ونبطلوا من السياسه، لكن حتى الفن سياسه راهو. واو اقوى تفدليكا، اقوى خفه روح، واعمق دعابه ريتها في حياتي. والله يوفا شاكان في سكي لفو سكي لوي سكي لوي فيان بار لا تيت سكي سويفون سي بونسي. اما انا بيرسونيلمون جو ني با دو بروبليم. لاباس الحمد لله عايشك. ميرسي عايشك. فضلك يا مدام فؤاد، فضلك. ميرسي عايشك فريمون. انا فير خاطر موا جادور. اما اقوى فنان عمل التصريح البارح هو تدرتا. انا حسن طياره ونشوف توينس هكا فهمت، تفرهدوني فهمت. انا بدي نجي صدعوني جيت بالذمه لهنا تفرهدت كي جيت انا هكا كل شيء عجبني الجو وقلت لازم لي نحضر زياده غرسها. صدعاني جيت فرشت عجبني ياسر كل شيء والتوانسه ياسر عجبوني، وان شاء الله ان شاء الله كل يوم هكا ربي يسهل ان شاء الله كل يوم ان شاء الله نعملوا حفله باهيه. فوالا صح كل يوم نعملوا حفله. ما بقى لي كيفاش نقول لكم هابي سامر ونتقابلوا ماندي في البريكنج نيس نيس نيوز بالانجليزي.